تحت رعاية وبحضور سمو الأميرة عالية بنت الحسين، افتتح المعرض الصيف الأول للمنتجات والأعمال اليدوية في كنيسة مار الياس، وبحضور عدد من وسائل الصحافة والإعلام والزوار، وبتنظيم من شبيبة الكنيسة وإدارتها. من الأول ما وصلوا هم منظمين ويعني حابين ينتجوا، فما شاء الله عليهم، الحمد لله، يعني عم بوقفوا على الجيم والله يعينهم، لأن ظروفهم كثير صعبة، ولكن رغم ذلك يعني نفسيتهم كانت كثير قوية وإيجابية ويعني متفائلة. حاولنا اليوم من خلال المعرض الصيفي للمنتجات والأشغال اليدوية لتسويق منتجات أخوتنا اللاجئين وبعض العائلات المستورة، العائلات الأردنية أيضا، من خلال هذا المعرض، وهو بمشاركة واسعة من الجميع. وهذا هو الأردن، البلد المضياف الذي كان لهم بمثابة البيت الآمن في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة العربية من حولنا. الدافع الإنساني هو الأمر اللي دعا لإقامة هالمعرض اللي احتوى على أعمال يدوية حضرها عدد من إخوتنا من اللاجئين العراقيين في الأردن، كنوع من تقديم الدعم المعنوي ومساعدتهم على تأمين دخل بسيط لهم ولعائلاتهم. أنا بشارك بأشغال يدوية بتطريز وبنعلم الأولاد أشغال كمان، وبالعنا المدارس زي مدارس الأحد بيشتغلوا في معهم، ففي يوم بالشهر عنا تنعلمهم أشغال يدوية، رسم، أي شيء، أي أشغال عندهم فنون، يعني في من الأطفال يعني بنعلمهم كمان، يعني بيتعلموا خرز، بيتعلموا شبك خيطان، فكل شيء. بشتغل أشغال يدوية، كلياتها شغل إيد. حبيت أشتغل في المعرض هون إنه ننمي نشاط الكنيسة من بعد ما طلعوا العراقيين مهاجرين من عندنا من الكنيسة. حبينا نرجع النشاط للكنيسة، إنه نقوي النشاطات اللي عندنا، نجمع الناس. في ناس بيحبوا الأشياء الأشغال اليدوية بتطور الناس. أحب الفن من أنا صغيرة. وآخر شيء بلشت بشغل الرسم على الصحون، وكلش حبيت هذا الشغل، وإن شاء الله بالمستقبل راح يكون عندي أفكار جديدة. احتوى المعرض على أعمال يدوية وإكسسوارات وألعاب أطفال ومأكولات والعديد من الأمور اللي بتساهم في مساعدة هالعائلات، وبمشاركة محلية من عائلات أردنية ليعكسوا من خلال هالمعرض روح التآخي والتعاون والتعايش اللي بنحظى فيه في هالوطن الصغير في حجمه ولكن كبير في قلبه. أحمد الكيلاني، رؤية.